طيب، يعطيكم العافية الجزير، إن شاء الله نكمل معكم المادة. وصلنا بالأخير لحد بارت 3. بارت 3 عنوانه الأروماتيسيتي. قبل ما أحكي لك على الأروماتيسيتي، تعال نفهم أنا وياك شغلة صغيرة وكثير بسيطة. هسا مثال، لو جبت لك الألكين هذا فيه 1 دبل بوند، وحكيت لك فعليا مع H2 تفاعل هيدروجينيشن بيعطيني ألكان. لما اجوا العلماء حسبوا طاقتها وجدوها سالب 200، سالب 28.6. السالب قلنا معناها، او المفروض تعرف انه معناها اكسوثيرميك، يعني طارد للطاقة، صح؟ يعني تفاعل منتج للطاقة. مقدار الطاقة هاي 28.6 كيلو كالوري كل مول. طيب جميل. طيب حكولي، ما دام 1 دبل بوند اعطتني 28.6، 2 دبل بوند يعطوني سالب 57.2، يعني هاي ضرب 2، لكن بالحقيقة لا، وجدوا انها اعطتني 54.4. اول شغلة، غير عن هيك وجدوا مركبي مش راضي يتفاعل بسهولة، يعني يحتاج لطاقة عالية وكاتاليست كثير، يعني العامل المسرع للتفاعل، لحتى قدروا يوصلوا لهي النتيجة وقدروا يفعلوا المركب. لما اجوا فاعلوا البنزين نفس القصه، فولج مركبي فيري 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 هارد تو رياكت، بيحتاج لظروف خاصه لحتى يقدر يتفاعل. طب حكوا لي، ما دامها 28.6 اضربها بثلاث دبل بوند بيعطيني سالب 85.8، لكن برضه فعليا لا، وجدوا انه اعطاني سالب 49.8 فقط. طيب الفرق هذا وين راح؟ بكل بساطة، المركب الأصلي المفروض يعطيني سالب 85.8، المركب اللي طلع ما أعطاني سالب 49.8، الفرق 36 كيلو كالوري لكل مول. هذا الفرق بسميه ريزونانس انرجي، يعني طاقة الريزونانس. طيب نتذكر أنا وياك شغلة صغيرة، حكيت لك في البارتي اللي قبلها، كل ما زادت الريزونانس بتزيد الاستابيليتي للمركب. اجين، كل ما يزيد الريزونانس بيزيد الاستابيليتي للمركب، وكل ما زادت الرياكتيفيتي بتقل الاستابيليتي ويقل الريزونانس. تمام، اعتقد هاي واضحه العلاقه ما بين الريزونانس والاستابيليتي طرديه. طيب صرنا سامعين نحكي دلتا اتش دلتا اتش دلتا اتش. شو هي دلتا اتش؟ دلتا اتش هي عبارة عن الهيت اوف هيدروجينيشن، هي الطاقة اللي بتنتج عن كسر الرابطة. شو العلاقة؟ طيب فكر فيها، انا حكيت لك العلاقة ما بين الريزونانس انرجي والاستابيليتي الطردية. اذا العلاقة ما بين الهيت اوف هيدروجينيشن والرياكتيفيتي علاقة طردية، والعلاقة ما بين الهيت اوف هيدروجينيشن والاستابيليتي عكسية. يعني كل ما زيد عند الهيت اوف هيدروجينيشن بيزيد عندي الرياكتيفيتي، بتقل عندي الاستابيليتي، وكل ما تزيد عندي الريزونانس انرجي بتزيد عندي الاستابيليتي، بتقل عندي الرياكتيفيتي. طيب بكل بساطة بيجيك سؤال بالامتحان، rank the following compounds according to their heat of hydrogenation according to their resonance energy. فانت بكل بساطة بتحكي الهيت اوف هيدروجينيشن علاقتها طردية مع الرياكتيفيتي، وعكسيا مع الاستابيليتي، يعني اعلى هيت اوف هيدروجينيشن هو المور رياكتيف، والاقل هيت اوف هيدروجينيشن هو الموست ستيبل. طيب الامور واضحه لهدول، ما في اي شيء جديد. طيب هسه نبدا في موضوع الشابتر اروماتيسيتي. أروماتيسي جاي من أروماتيك، يعني عطري، وانتم بتعرفوا أن البنزين مركب أروماتيك زي ما حكينا بالأورجانيك. طيب شو يعني مركب أروماتيك؟ المركب الأروماتيك هو المركب يلي بحقق هاي الشروط، 1 2 3 4. شو هي هاي الشروط؟ أنا كتب لك إياهم. أول إشي لازم يكون سايكليك، يعني حلقي،
وكثير سألني أعرف إذا مركب سايكليك أو لا. بس أنا لما قلت له أقول لك CH2 أو CH3 CH2 CH3 لما أقول لك المركب مين السايكليك؟ أكيد هم السايكليك وأكيد هذا السايكليك. ثاني شرط بيحكي لي لازم يكون بلانر. بلانر شو يعني بلانر؟ بلانر معناها مسطح، وانا حكيت لك انه التهجين 120 هو بلانر، صح ولا لا؟ مين 120؟ SP2 صح ولا لا؟ اعتقد هاي الشغلات كلها لازم تكون ذاكرها. طب انت ممكن تحكي لي انا عندي مركب SP2، هل كل المركبات اللي تهجينها SP2 هي بلانر؟ بحكي لك طبعا لا. المركبات البلانر هي حلقات الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية اللي فيها 1 دبل بوند ات ليست، والسبعية طبعا يعني، بالإضافة إلى المركب اللي فيه 14 و18 كربونة، طبعا حلقة واحدة 1 رينج فيها 14 كربونة، تمام؟ بتكون كبيرة هي. خلصنا من أول شرط سايكليك وبلانر. ثاني شغلة بيحكي لي every atom has a p orbital. every atom has p orbital. طيب كيف أعرف إذا الأتوم عندها p orbital أو لا؟ بحكي لك تعال، مش أنا حكيت لك الـ sp3 ما عنده ولا p، الـ sp2 عنده 1p، والـ sp عنده 2p. طبعا انت مش راح تشوف SP2 في SP في حلقة، بتقدر تعرف ليش؟ خذ 10 ثواني فكر في هذا السؤال، ليش ما في حلقة فيها SP هايبريدايز اتوم؟ طيب انت بتعرف الـ SP تهجينها او الزاوية 180 ديجري، 180 يعني لينير، فكيف بده يكون لينير وحلقة بنفس الوقت؟ ممنوع تشوف تريبل بوند داخل حلقة، تمام؟ طيب يعني الاشي اللي بشوفه بالحلقات هو الـ SP2 hybridization. حكيت لك عن بلانر. طيب ايش لازم المركب يكون بلانر؟ لحتى الالكترونات تقدر تنتقل ما بين افلاك بي بكل راحة تحت المركب، صح؟